اللي نحن عم نشوفه وعم خلال الأزمة شفناه على أرض الواقع كما هو مرسوم. طبعاً المرأة تحولت دائماً لآلة، آلة إنجاب، لعاملة بدون أجر. موضوع قسمة حالة بهذا الموضوع، فالمرأة لما انتقلت وقسمت في نيويورك في معمل نسيج كانت النتيجة إنه القتل كان نسيج إنه هذا المعمل. وهذه حقيقة علينا النظر لها في إطار وطني شامل والبناء عليه في الانطلاقة نحو إنهاء الأزمة بشكل جاد. بداية يجب الاعتراف بأن الانقسام السياسي وليس الاختلاف انعكس وبشكل قوي على وجود المرأة باعتبارها الكائن الأكثر ضعفا في خارطة الأزمة السورية نظرا لتجردها من وسائل الدفاع عن نفسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فغياب دور المرأة في التمثيل في صفوف الحركات السياسية بشكل أو بآخر جعلها ضحية القوى السياسية حيث سلبها حقها في المشاركة في صنع القرار ضمن كافة هياكل المعارضة وحتى الدولة السورية. وهذا الإقصاء جعلها غير قادرة على النهوض وطرح أفكار ورؤى ومشاريع جديدة بأن تتحول لحلول واقعية على الأرض حتى المرأة الممثلة تحولت لما يشبه لنوع من الفانتازيا السياسية دون فاعلية سياسية لتمتلك الجرأة في طرح قضايا المرأة ومعاناتها. الحرمان من التعليم ما زال في كثير من المناطق المرأة تتعرض إلى زواج القصري كمان في عنا مشاكل كثيرة حتى نقدر نحلها. لازم نحط لها حلول، يعني نحن هلا لازم ندور على سبل الحل. المشكلة واضحة ولكن المشكلة الأساسية في سبل الحل. شو هو الحل؟ الحل هو إيجاد فلسفة أيديولوجية جديدة بديلة عن السلطة الذكورية بديل إلها. وهي الفلسفة طبعا يعني القائد عبد الله أوجلان طرق لها كثير، هي أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان المتمثلة في الأمة الديمقراطية. لا بد أن نبدأ بتهنئة المرأة في يومها العالمي الذي مضى منذ أيام قليلة. نهنئ المرأة عامة والمرأة السورية خاصة وربات البيوت، العاملات، الناشطات، المقاتلات، الأسيرات، جميعهن. نعم جميعهن، جميعنا نستحق التهنئة، نستحق أن نعيش. أن نعيش بكرامة. بعد أكثر من عقد من الزمن والمرأة السورية عانت من مويلات الحرب الكونية وتبعياتها. هذه الحرب التي شتتت السوريين والسوريات ما بين قتيل وجريح ومشرد ومهجر.